قطعت مع ياسين وناسات في البلاصة، وفي الصباح خرجت لابسة جلابة من دار امها وجامعة شعرها طبيعية بحال قاع البنات. مشات تلقات بياسين ويلا ركبت حتى في الطموبيل وهو يقشعها جوان. تحركت الطموبيل مشات وقف بها حتى الفيلات بحال ديما، كان باغي غير يشوفها شوية ويمشي. وهما كيهضروا على المشاكل بحال العادة بصونا التليفون ديال ياسين، حلو لقات صور هيبة اللي ما كانتش بغات توريهم ليه. ناس عريانة كاملة وسكرانة بزز باش حالة عينيها، زعزعوا دوك التصاور وفجروا فيه بركان من الغضب. شدات فيه وهو مصمر كيشوف التليفون وقالت مالك شنو داكشي؟ قلب التليفون على فخده وقلب الفولوم بالزربة حتى مشات وجات حداه كسيرة وهي مخلوعة حداه كتسول فيه، لكن ما كيردش عليها. وقف الطوموبيل حدا دارهم وقال لها نزلي طلعي لداركم. لا ما نزلش حتى تقول لي يا مالك، ضرب الفولون بعصبية وغوت. هيبة نزلي طلعي لداركم. تفعفعات ونزلات يلا سدات الباب وطارت تحكو الرويض. خلاها واقفة ويديها على فخادها وكتولول ما عارفة اش واقع ولا مالو، رجع بحال هكا. مشات هيبة لدارها كتشري مخلوعة، خافت تنوض بيناتهم تاني. دخلت كتشري ما لقات حتى واحد في الدار. خرجت مشات كتقلب في الزنقة وتسول صحاب جواد حتى واحد ما عطاها الخبار. زادت تخلعات وتلفات ما عرفتش شنو دير، كتعيط على ياسين ما كيجاوبهاش. تعيط حتى طفى عليها التليفون في مرة، عيطت لجواد وهو يجاوبها. أفينك؟ فيني؟ وفينك انتي يا بنت الحرام؟ طلعت للدار ما لقيتكش، فين مشيتي؟ صافي ساليتي مع صحابك دابا عاد جايه. قطعات عليه ما حملاش تسمع هضرته، بقى قلبها معلق مع ياسين. كل شويه كتصوني، مره توقف في راس الدرب، مره تطلع جهه البومبا، مره تمشي للدار، مره ترجع لحومتها بغات تحماق. النهار كامل وهي غدا جايه في التليبوتيك تصوني عليه وترجع تصوني من نمرتها الساعه والو. ضربات سعود الليل وهي جالسه في الدار كتصوني وتعاود عاودات الصونات على جواد تشوف ياك ما كاين معاه ولا تلاقى بيه ولا شنو واقع الساعه والو. رجعات خرجت لبرا جهة الطاكسيات كتقلب وتدور، تبانوا ليها صحابو مقرضين حتى واحد مون تيطاي. مشات حشمانه بزز باش وقفات سولات عليها وقالت بالادب ما شفتيش جواد؟ يكون غا في البرشوش بحال ديما. واخا شكرا، حنا طراتها ومشات جهة الطاكسيات. ركبت وزادت نيشان القريه، نزلت ومشات كطير. قلبها كيزدح وحاسه بشي حاجه واقعه مخلوعه وما عارفاش علاش. ما حدها كتقرب وقلبها كيضرب في 90. وصلت لديك الدار ديال الكرايه، مع الدخله كاين باب على اليمين صغير واكل لاصق. دفعته بالجهد وكتضرب وكتعيط بلا ما تشعر ياسين جواد ياسين جواد. كانت حاسه وعلمها خاطرها بلي ياسين تما وشي حاجه واقعه وداك الشي نيد اللي كان. فتح لها ياسين الباب مع طويل والباب قصير، هبط راسه وخرج عندها وقال يلا في حالك. حلت فيها عينيها وجهها صفر وقالت بغطل شنو كاين؟ بغى يجرها وهي تدفع ومشات بغطل جرها، لكن شافت جواد الداخل بلا سروال عطيها بالدار وبنت مقنتة مع الحيط مغطية نصها كترعد ومخبي وجهها بيديها. طاح منها النص وقالت شنو درتي يا ياسين؟ شنو اللي درتي؟ جرها بالجهد بعدها ومرا خرجوا ثلاثة كبار كل واحد فيه جوش، خلعوها حتى كانت غطيها في بلاصتها. جرها من يدها وداها وهي كتشوف مورا. في لحظة تفكرت شنو وقع عليها في ذاك البرتوش نهار دخلت ليه وتكرفس عليها بلا رحمة بلا شفقة. فكرها الصداع اللي تما في ذاك الشي اللي وقع عليها وفي اللي سبق فوق ذاك الفراش بالضبط. خو بيهرش ليها ما قدرتش تزيد وطاحت على ركابها. تقال لسانها وهي كتحس غير بياسين كيجرها. تحنا هزها وهي مرفوعة ما بقات عارفة راسها فين ولا مع من. توقف الوقت تسمك ودنيها وتبلوكات كلها. طلعها للطوموبيل حطها ونزل مشى هدر معها دوك اللي كانوا معاه ورجع طلع بلا ما يهدر ولا يتكلم. حتى هي طفات بقاو فيها غير العينين محلولين مركزين في جهة وحدة. ديما راه الطوموبيل ومشاش الطريق كازا وهي حداه بلا ما تهدر ولا تنطق. وصل الباب ديال العمارة مع 11 الليل، الشارع عامر شي غادي وشي جاي والضوا ومضوية. سكت الطوموبيل وقال ما غتنزليش. ما بقاتش كتهضر، نزل من الطوموبيل عاقدهم وعلى الملامح ديال وجهه الانزعاج والعصبية.
يمكن مشى ليه حروف، حل عليها الباب وقف داير يدو على جنبه وقال غتبقى هنا ما غتنزليش. ما جاوباتش وبقات في بلاصتها مصمره كتشوف قدامها. جرها من يدها بغى ينزلها ودفعاتو، قال لي ما تشدش فيا بعد يدك نزلي حتى للدار ونهضر. ما غنزلش. وعلاش ما بغاش تنزلي؟ هزات في عينيها الكبار مجبدين وقالت شنو درتي يا زين؟ قول لي شنو درتي. هز راسو كيصوتو والو بحال ديما العصا. وباش عرفتي انت كيمشي لداك البيت؟ وشكون البنت اللي كانت معاه؟ شنو درتي تما؟ ما درت والو، شي وحده كانت معاه. ما شفتيهاش حتى هي كي دايره؟ ياسين قول لي شنو درتي؟ راه غنعرف غنعرفو. انا حاسه بيك كتكذب، كيما حسيت بيك كاين في داك البيت وجابوني رجليا حتى تما، انا قلبي كيعلمني ودابا حاسه بيك كتكذب. صادو قال لها يلا حتى للدار وديك الساعه نهضر. غنبقاو هنا؟ انا اصلا ما عرفتش علاش جيت معاك لهنا، غير حسابهم راني في الدار وانا هنا في كازا. كون كان شي حاجه كون عيطات فتيحه تقولها. ونزلي دابا يلا. شد لها يدها خرجها وداها معاه، دفع الباب قبل ما يدخل. جرات يدها وجراتو معاه، كترمش في عينيها وقالت لي ما غنمشيوش نجريو داكشي. قلب عيني في السما وجرها وقال كاين في الدار غطلعي. عاودت قالتها حشمانه والكارو غنمشي نجيبو ليك. راه شفت عندك الباكية في الطوموبيل باقا عامرة، عرفتي راه تقطعت، ما غتبقايش تكمي هذا، غنمشي نجيب ليك كلامور. ما عرفتوش واش لايت حتى هو؟ دابا تعرفي، طلعي دابا شوهتينا كلشي عرفك باغا تكمي. سكتات وطلعت للدار، ما خلاتوش يدير حتى حاجة، بقات كدور بيه من قنت لقنت تابعاه وتنكر. وسير جيب داكشي. تلفت وقال وصبري ندخل بعدا للطواليط. وسير دي جيب داكشي هو الاول عافاك. وما ندخلش للطواليط؟ سبقني انا الاولى دغيا دغيا عافاك، اما قبيله وانت كدور وانا كنطلبك. نهادو مشى، ما خلاتوش حتى يدخل الطواليط، حدو خرج وهي تدخل الكوزينه بدات كتقلب في الثلاجه. جبدات واحد القرعه فيها النص ومشات جلسات في الطبله كاينه في الصالون اللي قدام الباب. حيدات الجلابه بقات غير بالديفار دور وشورت. جاها الصهد ومشات شعلات الكليمه، خوات في الكاس وبدات تشرب. شويه كتسمع الصونيط في الباب، ناضت هكاك تفتح لياسين حتى كتلقى قدامها مرأة في الثلاثينات، شعرها كحل مجموع ولابسه جلابه ايفازي كحله بالبلغه ديالها ومعها دري صغير. استغربت هبه وقالت شكون؟ دخل الولد الصغير كيجري ويعيط ياسين ياسين. تلفتت هبه ودخلت المرأة منفخه ما عجبها حال، هزه طاجين في يدها حطاته فوق الطبله وشافت الكاس والشراب وكملات. فاش مشى الدري الصغير كيجري الكاس هزو بغى يشرب وهي تحيدو ليه امه وزعفات عليه. هذا خايب. تلفتات عند هيبة وقالت بصرامة فين ياسين؟ حشمات هيبة. جاوبتها محبطة راسها ها هو غيجي. شكون؟ انا اختو الكبيرة غنتسناه حتى يجي. جلست دايره رجل على رجل حدا الطبلة ما كتضحكش. اما هيبة مشات نيشان البيت حشمانة ما حاملاش راسها، دخلات وسدات عليها تما ما عاوداتش بانت. سمعت صوت ياسين في الصالون، فتحات الباب كتصنط وكتسمع اختو كتقول دقيت دابا وحلات عليا واحد البنت. والساكن معاك شي واحد في الدار؟ اه هبه ساكنه معايا. علاش كاين شي مشكل؟ ولكن هادشي راه ما صلحش ليك. شنو هادشي فوق الطبله؟ وحلات ليا مقزبه. رد ببرود وشنو فيها؟ كاع سوافريه بحال هكا. لا لا انا ديما كنجي عمرني شفت هادشي. هادشي راه ما صالحش ليك وغادي تخرج على راسك وعادي. هبه سمعته كيعيط لها وهي تلوح عليها شال كان معلق ورا الباب ديالها، وخرجت مغطيه بيه بابتسامه خجوله. ابتسم وقال اجي تعشاي. جلست جامعة رجليها ويديها قدامها، هز ياسين القرعه والكاس الكوزينه وجلس في الطرف حدا هبه. بداو كيتعشاو مجموعين وهي كدير اللقمه في فمها بزز وكتبلعها بزز، ما قدرش تطور عينيها. اما اختو كتعشاو وتشوف فيها وتطلع وتهبط وتشوف ياسين كل مره ينغصها بركبتو يقول لها كولي وهي كتبتسم بزز. ناض الولد الصغير مشى جلس قدام ياسين اللي هو كيشوف هبه شكون هادي؟ ابتسم ليه ياسين وميل راسو كيشوف خايبه ولا زوينه؟ زوينه هادي طاطا هبه. طاطا هبه اه بوزها. جبد فمو عند هبه وهي تقرب حنكه حشمانه كتضحك باستو وقالت الله يصلح. جاوبتها اختو امين. سكتو ما قالوا والو. سالاو العشاء وناضت اختو جرات ولدها وقالت ها احنا مشينا ياسين. ناضو وقف بلاتي نوصلك. خرج مشى معاها، بقات غير هيبه وجهها احمر
عاد قدرات تنفس وناضت هزات طاجين غسلاته ورجعات جلست جامعة رجليها حتى دخل ياسين لحدها. شكون؟ واش اختك؟ اختي الكبيرة ساكنة غير هنا حدا القهوة، رجلها في ألمانيا وهي بقت هنا كتجي عندي مرة مرة. شحال عندك تخوتك؟ كاينة هادي هي الكبيرة وموراها خويا وأنا واختي واحدة أخرى ساكنين هنا في كازانيت. لا اختي الاخرى في هولندا مزوجة وخويا في بلجيكا والوالد والوالدة في الناظور ما يقدروش يخرجوا على الناظور. ها يسحب لي انت قبيلة وخرجت عندها بصدري عريان. تفوه يا سينو قال لها عادي ومن بعد. لا لا ماشي عادي، غتاخد عليا نظرة خايبة ولقات الشراب فوق الطبلة. ويلي انا كنشرب صافي، غير شافت الشراب فوق الطبلة غتقول انتي واخا هكاك اش كندير معاك انا في الدار وصافي. دابا ما قالت والو بلا ما تديري في راسك شي حاجه. عطاها بكيه ديال الكارو مربعه رقيقه، حسبها لها حلوه في الاول، حلاتها لقات فيها كارو رقيق ماشي بحال اللي مولفات كمي شعلات وبدات كتجر وسط الدخان. قالت اويلي هذا ما كنحش بيه كاع، ما كيدير ليا والو، هذاك هو ديال البنات صافي نساي الاخر. خفيف بزاف، غنضرب هاد الباكيه كامله دابا، غير ضربيها هذا ما كيديرش ريحه وما غيهلككش ودغيا غتولف عليه ما تبقايش تقدري على الاخر. شدات وسكتات، مشى جاب القرعه وشرب هو وياها، سكرات بحال العاده ودارت ليه فضيحه. ردان تاني والبكا والشقيق والحاله وهو مقابلها وجالس حداها. شربها قهوه ردات بها كاع داكشي اللي شربت واللي كلات. رجع وجهها احمر وراسها تزير، زيروا لها بواحد الزيف ومسح لها وجهها وهزها لبيت الناس. حطها وتكعداها كيدوز يدو على جبهتها وكيشوف فيها، بدات تحل في عينيها وكتقول بصوت ثقيل ما تخلينيش ياسين ما تخلينيش بوحدي. شد في يدها وحط راسه على الناموسيه وكيسد عينيه ويحلم، انا حداك ما غنخليكش، وعدني وعدني ما تخلينيش. حل عينيه وقال كان واعدك، ضربناها الطريق كامله وما خليتكش، نجي دابا نص الطريق وقربتي تفكي ونخليك، الا خليتيني غنموت ولا حتى نقتل راسي. هبط عندها وقال شش ناسي يلا ناسي، اش داك الشي شراب يوميا كتشربي بزاف، نقصي شويه. ماشي يوميا، يوميا كنبقى تابعك بالتليفون شنو كديري شنو واقع شنو مواقعش، وانتي في سلا كتمرضيني هيبه كتمرضيني. حلت عينيها بزز وقال بصح كان مرضك. ضحك وقال اه شحال كتولي زوينه فاش كتسكري. صافي غنقطعو، ومليون مره قلتيها والغد ليه كتعاوديها. ما كنقدرش، كتبغيني انا كحماق عليك، وهي الا قطعتي الشراب ما بغيتش نخيرك انا ولا هو، بغيتك تقطعيه بخاطرك ما قلتش ليك دقه واحده، ميديري مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه وهي غاديه شويه بشويه حتى تقطعيه، اتفقنا؟ حركات راسها بزز وداها الناس. صبحات ناعسه بوحدها في البيت، فقط معطل على الصوت في الباب، هزت راسها ضايقه بالنعاس، حيدات الزيف على راسها ونضت لحتو على كتافها. مشات طلعت من العين لقات اختو في الباب صافي كملات. دابا ملي عرفاتها في الدار غتبقى خيطه بعدها كل شويه، جمعات شعرها بالزربه وحلات الباب بالتازمه. دخلات اختو بلا ما تسلم، دارت ابتسامه صفراء وقالت ياسين ما كاينش. لا ما عرفتش فين مشى، جلست في الصالون كدور عينيها وقالت وليتي ساكنه معاه هنا؟ لا انا ساكنه في سلا، غادي نمشي ما غنبقاش هنا. اه وكتجي من سلا حتى لهنا؟ جلست هبه قدامها وحركت راسها بالايجاب. ساكنه بوحدك ولا مع والديك؟ اصفرت هبه وقالت لا مع دارنا، كيخليوك تخرجي وتباتي برا عادي. لا لا، سكتت هبه ما عرفت ما تقول وناضت من حداها مشات للبيت لبسات جلابتها. سمعت اختو كدور في الدار وكتحرك بحريه، دخلت الكوزينه وخرجت تهز هادي وتحط هادي. دخلت عليها البيت نعاس لقاتها لابسه جلابه، قالت لها بابتسامه صفراء غتمشي دابا؟ اه يلا حتى انا غنمشي، جيت نشوف الا عنده شي حوايج تصب نص ساعه ما لقيت والو. واخا يلا، خرجت هي وياها لبرا تفارقوا. كانت نيه اختو تخرج هبه من الدار صافي، هادشي اللي كانت باه. وحتى هبه عاقت بها داكشي علاش لبست جلابتها وحشمات تبقى جالسه، بغات تبين ليها بلي راه غاديه بحالها، لكن في الاخير بقات برا لا ريال لا جوج، ما عارفه حتى فين تمشي. بعدت شويه على الحومه باش ما ترجعش خطو تخرج تلقاها قدامها باقا كدور. مشات جلست في واحد الكرسي مقابل مع الطرام كتسنى وما عارفاش اش كتسنى. شويه عيط لها ياسين، عودت ليه اللي كاين وهو يجي عندها كيجري، ما حساش براسها حتى وقف عليها. خلعتيني وعلاش تخرجي اصلا من الدار؟ بقى
تلقاي فيها تهضر التسعية ما تخرجيش. حشمت والله، اصلا بغيت نمشي بحالي. علاش غتمشي؟ يلا رجعي للدار. لا ياسين غنمشي، ديني ولا وصلني للدران. شد فيها وقال اصافي هضرت معك، يلا رجعي للدار. شد لها في يديها وهي تجر وقالت ما مرتاحش ياسين، غير خليني نمشي. هز حجبانه وقال ما مرتاحش معايا؟ لا ما غاديش نرجع بلا ما تبزز عليا. جرها عن نقاب واحد يدو كيضحك معاها وقال ويلا دابا مسحيها فيا، باغاني نتقلق. ما بغيتكش تغضب ولكن ما غنرجعش، راه غنتقلق. انا غنتقلق اكثر الا رجعت معاك للدار. اصلا انا وليت داخله خارجه كي الزوفري الوقت اللي بغيت. ما كنتش هكا وعمرني كان يسحب ليا غنولي هكا. وصافي رحنا في الدنيا وطالبين السلامه، مالك انت اختاريتي؟ واحد عايش بخير يقدر نزل عليه المصايب ما يعرفها منين نزلات. اللي في الدنيا ديما يطلب السلامه. ويلا اديني بحالي عافاك، دير ليا خاطري دابا وانا نبقى بلا خاطر. لا غنمشي يا ياسين، وانا باغيك تبقاي معايا ما سخيتش بيك. بقات ساكته كتشوف الشارع. جرها وقال يلا نقلسو شي بلاصه ولا نمشيو ندورو ولا اللي كان، المهم تبدل الجو شويه. لا لا ما غنبقاش انا ندور بالجلابه في الزنقه بحال شي خدامه. ويلا شري شي حاجة، المهم تبقاي معايا. جرها ومشدها للطوموبيل، طلعت مشات معاه الموروكومول بجلابة ما حاملاش راسها. ما تهنات حتى بدلات دوك الحواج ولبسات من داك الشي اللي شرى ليها. شرى ليها كسوة طويلة وحواج آخرين، تهلا فيها وجلس هو وياها في قهوة. تغداو تما ودوزو عشية زوينة. في الأخر قنعات ويرجعها بحالها، حطها حدا دار امها قدام كل شيء. ونزلت من الطوموبيل كتضحك مع ياسين ما مسوقاش البشر. مع السده ديال باب الطوموبيل شافتها مريم صاحبتها ومشات عندها سلمت عليها وقالت لها وكتضحك شكون هذاك اللي نزلتي من عنده؟ بكل ثقه في النفس قالت لها هبه صاحبي. اويلي وراجلك؟ تمشات وقالت انا راجل. كتسطي عليا جاود مالو هذاك راجلي؟ قلت لك شي نهار انا مزوجه. اويلي واش حماقيتي؟ لا اختي بعقلي وما مزوجاش. اش كتخربقي؟ كل شي عارف مزوجه، مالك حماقيتي؟ كل شي عارف وانا مالي؟ تزوجوني بزز مني؟ انا مبغاش وما حاسباش راسي كاع عليه، واصلا هذا راسي ندير به ما بغيت. واش قربت لك لشغلك ولا شي حاجه اخرى كتخصك؟ بنادم كيخشي راسو صحه ما فهمتش الراس راسي والناس حيره فيه. ولكن راه هضرت بنادم صاحبتي خايبه ويعاودها المول بشر. انا وحاجه وحده اللي كضرني هي سميت جواد اللي لاصقه فيا. ما يقولوا مصاحبه ولا يقولوا كتفسد ولا يقولوا حتى العيد غدا شغلهم هذاك. وما سوق حتى شي واحد فيها، ما كنتدخل في حد، ما يتدخل فيا حتى شي واحد. مريم تصدمات، هي بقصحات وجهها دقه وحده. سكتاتها ومشات خلاتها، خلات كلشي كيهضر وراها. لكن الزوينه كاع فاش طلعت للدار عند امها لقات عجوزتها جالسه تما. دخلت عليهم بكسوه شادينا غير جوج خيوط من الكتاف والشعر مجموع. سلام. مشات جلست في الصالون قالبه وجهها حدا فتيحه. شافت فيها عدوستها وقالت لها اش هاد اللباس باش خارجه؟ واش هادي هي مرت الراجل؟ خرجت فيها هي بعينها وقالت اش من راجل؟ علاش مالي انا يا مزوجه؟ وهذاك اللي مخشي في الدار والمرا دالعه في الزناقي ماشي راجل؟ ايوا صباح الخير اللي عرفتي بلي راه ماشي راجل. اش هاد قل الترابي؟ فاش كنت مربيه كنت نبات نبكي ونصبح نبكي. انا عييت بكي ودابا نتوما وخليت لكم الترابي نتوما. وديك الدار انا ما راجعاش ليها، وداك ولدك طلع ليا في صحتي وكرهني في حياتي. دابا بغيت نطلق وسيري عندك وليها لي. نظرت دخلت البيت وزدحات الباب. لمها قدرت تهضر ولا باها اللي كيسمع من داخل هضر. خلاها دير ما بغات وما بقى كيدير لا يديه لا رجليه. شويه دخلت عليها امها وقالت واش بصح هادشي اللي قلتي؟ اه بصح، عييت منهم طلعوا ليا في صحتي، ما بقيتش حامله نشوف ولا هو ولا امه. فين بيتها بعدا؟ كنت في كازا مع ياسين. هادشي اللي بغيتي؟ واش مازال ما بغيتي تحشمي؟ واش باغا تجيبي شي كرش من الزنقه؟ الا جبتها راه غنقد بيها، مشكيت على حتى واحد، راسي هذا وانا حره فيه. كانت كنسمع الهضره وكانت كنصبر للدل. دابا صافي فين ما بغات توصل توصل. خرجت فيهم طول وعرض، ما قدروش يهضروا معها. ما بقاتش كتحشم وخلات كل شيء يساق الخبر ليها مصاحبه. وحتى هي كتمشي بالعلالي بلا تخبيه، وحتى ولفوها الناس رجعت عندهم حاجه طبيعيه. ولكن تعاود ديرها وحده اخرى غتجيهم غريبه.
رجعوا يقولوا صاحب فلانة صاحب فلانة، واللي ما كانتش عارفة كيقول لها بدم بارد لا راه مزوجة. كتصدم في الأول، ولكن برودية الناس في الهضرة كترجع تولف عادي. نهار على خوه كيدوز وهيبة في دار بوها جالسة ما كتخرج، ولكن اللي ما فهمتش هو فين غبر جاود. ما بقى كاع كيعيط ليها ولا يهددها، وحتى وجهه ما بقاتش كتشوفه في الزنقة. جاها العجب وما طاحت في بالها غير أسية، لبست حوايجها ومشات هبطات عندها للقرية. حلت لها أسية الباب وهي تعنقها بالفرحة ودخلت. مخبورات هادي ايوا غير الوقت الحبيبة جات معك كازا زيانيتي. منين جاني يا اختي من ودنية؟ قلتي قلتي يا مسخوطة اش داكشي درتي ناري ما يسحبش ليا انتي هكا؟ مالي اختي شنو درت؟ اويلي عليا انا هبة. والله يا اختي ما عارفة شي حاجة. اويلي راه داير بوم في القرية صاحبتي. شنو اللي داير بوم؟ اسيا خرج عينيها. اويلي كلشي كيقول جاو هذا اغتصبوا صاحب مرتو. هبة ضربت حناكة وقالت اويلي علاش ما فراسكش؟ لا يا اختي والله ما عارفه شي حاجه، وانا عارف فين عايشه فين. انا اصلا كنت مع ياسين في كازا. شكون هذا اللي خرج هاد الهضره؟ شي وحده ما نعرف. لمن قالتها والهضره دارت بوم سكتت هيبه. تفكرت الليله والصوره ديال جاود وهو خارج مع دوك الثلاثه من البيت وقالت اجي اجي شافت شي حاجه وقيله بصح. كتعرفي هاد البنت؟ معروفة في القرية كتضرب الشقوفة راه فيها تخسيرة في وجهها. يلا معايا دابا عند اش بغيتي بيها شي مكارة تمشي تخسر ليك وجهك؟ صغرات فيها عينيها وقال الا كانت نيت هي ما غتقدر دير والو غتخاف مني، حيت شفتها ولصقات مع الحيط فاش مشيت للبرتوش كنقلب على جواد. خاطري علمني ومشيت لقيتهم تما. شتي الا كانت هي غتخاف يجي لها ياسين ما تقدرش دير ليا شي حاجة. هاويلي فين وصلتوها صاحبتي؟ كبرتوها بزاف خليهم. شتي الا كانت بالصح عبر عليه. انت راه ما عارفه والو اسيا خليني ساكته. يلا نقلبوا على هاد خدنا. ناضت اسيا لحت على الجلابه وخرجت مع هيبه. كيدوروا في القريه ومع حوسه راجلها معروف تعرفت حتى هي معاه، ورجعت من هادوك العله ومالي اللي دوا يرعف. بقاو كيدوروا ويسولوا حتى لقاوها في واحد الحانوت ديال السيديات عند واحد الحشيشي حتى هو طالقين الراي وجالسين كيهضروا ويتكيفوا. دخلت اسيا كتبوم بوقات اجي اختي نهضر معاك. جاوبات هذيك المشرمله وجهها ازرق وفمها بحال المداد، سنانها طايحين وشعرها مقص بحالته كتخلع وشبعانه تشمكير. ويا ما خسرات بنات في وجههم ودخلت للحبس وخرجت. معايا اختي؟ اه معاك اجي نهضر معاك. ناضت طفات الكارو وخرجت من الحانوت وخرجت القتيبة واقفه دايره يدها على جنبها كتسنى. وقفت بيناتهم وكتخنزر فيهم وقالت كاين شي حاجه؟ عرفتي شكون انا ولا؟ طلعاتها وهبطاتها حسداتها على زينها وقالت ومنين غنعرفك؟ انت اللي كنتي مع جواد في البرتوش نسيتي عليا؟ انا اللي جيت دقيت عليكم وشفتك معاه عرفتيني دابا؟ بقات البنت كتشوف فيها وقالت وانا كنت مقرقبه فين غنعقل على وجهك في ديك اللحظه بالخلع. وانا هي صاحبه هذاك اللي تكرفس عليه جواد هو وصحابه قدامك. ما بغيش نقول لك مرت جواد حيت اصلا ماشي مرته. دابا جيت غير نعرف منك اشنو وقع وصافي حيت انت اللي كنتي تما. بدات البنت كتلوي عنك وقالت وتي راه اغتصبوا قدامي داك اشير صوروا وخد عليا التليفون قال لي تشوه هنشوه. ما عرفت اختي اش من حساب بيناتهم. ناري اختي وتعدوا عليا قدامي. خرجت هي بعيني وقالت اين واحد فيهم؟ ما نعرف واحد اللي اغتصبوا والاخرين كانوا شادين. اشيرك اللي كان هاك يصور وهو سكران مع مخو اعطاهم راسو بلا ما يحس بتا شي حاجه. شداني انا قال داك الشي كامل جمعت حوايجي وخرجت في حالي. صافي اختي شكرا وسمحي لينا الا سطيناك. مشات هي واسيا مصدومين من اللي سمعوا. انا ري اختي كما قالها لي ولد الحرام. اويلي انا كنشوف هادي اللي دارت بيه بوق اش ما تصاور ولا تشاور. من بعد نعاود لك بلاتي نعيط لهذا اللي دار هادشي كامل ومخبي عليا. الو ياسين عيط ليا دابا بغيتك ضروري. واخا قطعاتو في البلاصه عيط لها. الو هبه ياك لاباس اش داكشي اللي درتي جاود؟ شنو اللي درت؟ شنو درتي اغتصبتي جاود وكتقولي شنو درت؟ شنو مالي انا مسطي ولا شايط عليا راسي؟ هو ماشي انت راه شي واحد من هادوك اللي دارها وانتي بقى فيك ولا شنو؟ لا ولكن خلعتيني الصراحه انت كتار من جاود هادشي كاع خرج منك.
جاوبها بعصبية. وشنو بغيتيني ندير؟ شنو؟ واش جالس كيهدد حسب راسو فرعون وحنا كنتفرجوا فيه؟ هذا الحل اللي بقى هيبة. حيت ليه التليفون ولكن خفت يكون باقي عنده شي تصاور فشي قلت. صدمتيني يا ياسين والله. وإلا صدمتك وسيري عودي على مخك يلا بسلامة. قطع عليها. قطع عليها ود الحرام. وأنا تصدمت خافي منه هذا. جاود معاه سلاك. أما هذا يا أختي خلاني ريافة وعلاش قادين. شنو جاود معاه سلاك؟ وأوهو أوهو صاحبتي عارفة شنية أوهو؟ غير يجي ولقي سلاك معاه. 5 سنين هادي يا صاحبتي وانا في العذاب. سروا داروا لي ما داروا المجينينا. شدوه واغتصبوا عاد دخل سوق راسو. امجينا انا ماشي بغي انتحر كون ما عتقوه. وعقبال هاد الخراجة عندي نتفك منه. اويلي يا صاحبتي بكثرت ما عاشرش ماكريه ولا كيجيني الاجرام عادي. بنادم كيسمع هادشي كيتخلعوا عنها بكثرت ما كنعرفوهم شخصيا ولا يجينا عادي. ياسين كيصوني وانا ري هاد ياسين كيطيرني. ياك حد قطع عليك واخا هكا كيرجع يعيط هارو شنو ومال كتهضري هكا؟ شوف انت اللي قطعتي ليا فوجي. اما نلخر غنجيك فاصه هيبه ترجعي لديك الدار ضربي على نمرتي. بغيتي تبقاي معايا انا مازال في الرباط ومازال ما طلعت لكازا. شوفي داركم وندوز عليك نرجعك معايا. شنو نقول بابا دابا؟ دبر راسك المهم ما تبقايش تما. يخرج فيك داك الحمار يخسر لك وجهك. اويلي بركه ما تزيد فيه انا غنقطع عليك. مال راسك قاطح كتخليني نخسر في الهضره عاد كتسمعي. صافي انا غنرجع نسلان نقولها لماما ولا عرفتي شنو بلاش غنمشي غتشدني. واخا انا غندوز عند فاتحه وبقاي انتي تما انا غادي نجي عندك. واخا قطعات ومشات جلست مع اسيا في الدار كتسنى حتى يعيط لها. ناضت خرجت وصلتها اسيا حتى للطوموبيل. كان جالس طالق يدو من الشرجم وكيكمل. شافتو اسيا من البعيد ونغزتها وقالت هذا هو ياسين. هو سكتي فرطينا كي جاك ابو قوس والحديده يا اختي. كاع ما كيهمني داكشي كيهمني هو كيدير. المهم عندي يكون نقي وزوين وظريف ويبغيني. ما تبقيش تشوفي فيه غير تنوى وهو اصلا منوي غير بوحده. انا اختي ما غنشوفش فيه ما بغينا تناوي. ما وصلتش معاه اسيا حتى للطموط دغيا سلمت عليها ورجعت بحالها ومشات هي بركبات منفخ عليه. حتى هو تنفخ عليها ما ضحكش كاع. غادي متكي بيدو على الشرجون ديال الطوموبيل وساهي قدامه كيخمم شويه ويهضر. قال دابا غتطلقي ولا غتزيدي شي يامات؟ بنتي ليا ما ساخياش معلوم غنطلق ما كرهتش اليوم قبل غدا. غتعاودي ترفعي الدعوه ديال الطلاق عليه وانا كنعرف الناس غيعجلوا ليك بها باش ما تعطلش بزاف. علاش شحال كيبقاو عاد كيطلقوا؟ كاين اللي كيسكن في المحكمه عام سير من دابا شهرين سير من دابا 4 شهور وهي غاديه. وانا قلت لك كنعرف الناس الا تعطلتي شهر هادوك اللي كيطولوا كيبقاو يطالبوا بالحق حق الدراري وحق المراه والمصاريف الروينه. هو كيعطل من جهه وهي كتجبد من جهه. وانا شنو غنطلب؟ شاف فيهم خنزرهم اش غتطلبي؟ حقي زعما واش غديري بيه؟ غتسمحي لي في كل شيء؟ ما بغينا والو بغينا الورقه ديال الطلاق صافي. ودابا علاش كتغوت وكتخسر الهضره؟ انا غير سولت مالك رجعتي معصب؟ ما كنتيش هكا في الاول. هزت عينها في المرايا ولقات فاتحه حاطه صبعها على فمها وكتقول لها سكتي. اوف واش انت كتشوفي الحاله كي دايره والصداع ما عرفنا فين غنخرجوا مع هاد المشاكل وكتقول لي مالك معصب؟ مالك ما عرفتيش شنو؟ صافي دابا انا غنطلق. قلب وجهو جاج وقال وهاد الكلمه الطلاق والزمر والزواج ما حاملش نسمعهم. الصداع المضاربات المحاكم وزيد شحال من حاجه بلا ما نكثروا في الهضره. راه الراس كيعمر وبنادم كيتعصب وكنتي كتزيدي تصعريني شي مرات. اهو انا حقي؟ واخا خلي الزمر طلقي عطيه انتي حقه من الفوق. انتي دابا خاصك تسوسي الزبل وتهربي ما تفكري لا في حق لا حتى حاجه اخرى. وعلاش مالي شيطه؟ هي بس سكتي 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 قبل ما نخشي امها الطوموبيل في شيرمو كنت هنا وما تزيديش تهضري. وعلاش هي قلت لك سكتي؟ سكتات هبة ما عاوداتش الهضره وسكت هو ولكن سخن. هبط الزاج كامل وكمل طريقه مع الصبح حتى لكازا. وقف حدا الباب ديال العمارة وقال غتنزلي وطلعي وتجلسي في الدار انا غادي للصار نشوف شنو واقع ونرجع. الا جات سعاد دخلي البيت وسدي عليه. فاتحه كاينه معاه وتما كاينه كارطوشه ديال غلامور فيها 8 الباكيات الا بغيتي تكمي يلا طلعي. سعاد اختك؟ اختي تقدر ما تجيش حيت قلت ليها راه غنرجع فاتحه. صافي واخا. نزلوا بجوج طلعوا للدار. مشات هبه البيت النعاس عيطات لمها وخا سمعات الهضره ونقات ليها ودنيها مزيان ولكن في الاخير
ملي شافت راسها كتوصي في الحيط بقات كدعي معاها باش تخرج عاقبتها لها. وانا بدوري كنقول لكم الله يخرج عاقبتنا وعاقبتكم على خير. قصتنا مازال مستمر ومازال فيها احداث كثيره. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنشكر كل واحد خدا من وقته وخلى ليا كومونتير. الكومونتيرات ديالكم كتفرحني بزاف والله العظيم الا كتشجعني، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بها وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نتلاقاو غدا ان شاء الله في احداث جديده وبمغامرات جديده على نفس القناه وفي نفس الموعد. دمتم في رعايه الله وحفظه.